بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة الجاميتوجينيسيس من منهج دكتور اسماء. ايه هي الجاميتوجينيسيس؟ هي تكون الامشاج. يعني ايه تكون الامشاج؟ يعني تكون الجاميتات من الخلايا الاساسية او الاولية بتاعتها اللي هي اسمها الجيرم سيل او الخلية الجرثومية. طيب عملية تكون الجاميتات او الامشاج بكل بساطة يا حبيبي هي عملية تطور الخلايا الجرثومية زي ما انا قلت لكم المذكرة او المؤنثة الى امشاج. عملية تطور خلايا الجرثومية المذكرة او المؤنثة الى امشاج. طيب ده التعريف. تاني حاجة الخلية الجرثومية بتاعت الذكر اسمها الاسبرماتوزون. عملية تطورها اسمه الاسبرماتوجينيسيس او الاسبرماتوجينيسيس. والخلية الجرثومية في الانثى اسمها الاوسايت وتطورها اسمه الاوجينيسيس. تمام كده. عدد الكروموسومات جايب لي اربع امثلة: انسان وفار وضفدعة وذبابة ذبابة الفاكهة. وبيقول لي عدد الكروموسومز في كل نوع. في الإنسان 23 زوج يعني 64 يعني 46 المضاعف طبعا. الفار 20 زوج، الضفدعة 13 زوج، والذبابة 4 أزواج. ذبابة الفاكهة تمام كده هو اللي هي الدروسوفلا. طيب وظيفة الجهاز التناسلي في الذكر ايه؟ ثلاث وظائف يا حبايبي. وظيفتين اولهم كلمة انتاج، ووظيفة منهم اولها دفع. الوظيفة الاولى انتاج والحفاظ على ونقل السائل المنوي والحيوانات المنوية. جميل. السائل المنوي اللي هو السيمينال فلويد. تمام. انا بحكي قصة او حدوتة. وظيفة الجهاز التناسلي الذكري انتاج production ومينتيننس ونقل اللي هو ترانسبورتشن، الانتاج والحفاظ على ونقل السائل المنوي والحيوانات المنوية. دي اول وظيفة. تاني وظيفة انتاج وافراز هرمون الاندروجينز، هرمونات الاندروجين تمام، للحفاظ على قدرة الجهاز التناسلي الذكري. يبقى بينتج حاجتين: انتاج والحفاظ ونقل والحفاظ على ونقل السائل المنوي والحيوانات المنوية. رقم اتنين انتاج وافراز هرمون الاندروجين للحفاظ على قدرة الجهاز التناسلي. رقم تلاتة دفع اللي هو discharge، دفع الحيوانات المنوية في الجهاز التناسلي الانثوي. التكاثر هو تعريفه ايه؟ reproduction هو العملية اللي بينتج عن طريقها الكائنات الحية النسل، الoffspring. تمام. the process by which organisms create offsprings. الجهاز التناسلي الذكري بيشمل ايه؟ بيشمل حاجات معينة متعددة. اول حاجة التستس، تاني حاجة الابيديديموس، ثالث حاجة الفاس ديفرنس، رابع حاجة الاكسسوري جلانس او الخلايا المساعدة اللي هي اول حاجة السيمينال فيسيكلز، وتاني حاجة البروستيت جلان، تالت حاجة البالبيوريثرال، رابع حاجة الكابيولاتوري اورجن او البينس. التستس هتكلم عن حاجتين فيها. هتكلم عن ايه حاجتين فيها؟ المكان يا حبايبي موجودة فين؟ في تلات نقط. والوظيفة وظيفة التستس ايه؟ طيب التستس مكانها موجود سبحان الله، بتبقى خلقة ربنا نازلة في نازلة عن الجسم تمام، في مكان اسمه ريترو بريتونال بوزيشن. يبقى ما فيش حد يقول لي ريتيرو خالص، ما فيش كسر بعد التي تمام. ريترو بريتونال، بريتونال، ريترو بريتونال بوزيشن تمام كده. طيب خلال قناة تسمى الانجواينال كانال، يبقى هي descending في بوزيشن اسمه ريترو بريتونال بوزيشن، خلال through كانال اسمها الانجواينال كانال. طيب عشان توصل لايه؟ لكيس السفن اللي هو السكروتال ساك. الكلام ده كله بيبقى خلال الشهر ال18 من مرحلة او من تطور الطفل اللي هو الفيتوس او البيبي. جميل كده. يبقى مكان الخصية او التستس موجود فين؟ موجودة descending في position اسمه retro peritoneal position through inguinal canal to reach الايه
السكروتال ساك، كل ده through 18 months من تطور الطفل او الفيتو. وظيفتها ايه يا حبايب؟ هي عضو بينتج الحيوانات المنوية، ولها وظيفة غدية كمان لانها بتفرز هرمونات الذكورية اللي هي اشهرها التستوستيرون. جميل كده. طيب ايه المنطقة اللي في الخصية اللي مسؤولة بشكل، هي المصدر الاساسي يعني للتستوستيرون؟ هي خلايا ليدج، خلايا اسمها ليدج. جميل كده. يبقى وظيفتها هي عبارة عن عضو بينتج الحيوانات المنوية وبتنتج الهرمونات الذكورية اللي اشهرها التستوستيرون. ايه اللي بينتج التستوستيرون في الخصية؟ هو خلايا ليدج. خلاص كده خلصت الخصية. يبقى دي التستس مكانها عرفته فين ووظيفتها. الفقرة اللي بعدها يا حبايبي هتكلم عن التستيكولار ثيرمو ريجوليشن، يعني ايه؟ يعني تنظيم الحراري للتستس. تمام كده. طيب هو بيقول لي جملتين حلوين كده، بيقول لي بيقول ايه يا اسراء؟ بيقول نزول درجة حرارة التستس بأقل من درجة حرارة الجسم بمقدار 2 لـ7 درجات، ده مهم جدا لتكون الحيوانات المنوية بكفاءة efficiently. طيب لو درجة الحرارة بتاعت التست زادت، ده بيقول ان هو associated، مرتبط بالabnormal morphology، يعني الشكل الغير طبيعي للحيوانات المنوية واللي ممكن يتسبب في العقم. يبقى انا قلت جملتين مهمين، ان نزول درجة حرارة التستس باقل من درجة حرارة الجسم بمقدار 2 لـ7 درجات، ده مهم جدا لتكون الحيوانات المنوية بكفاءة، وزيادة درجة حرارة التستس مرتبط بالشكل الغير طبيعي للحيوانات المنوية واللي ممكن يتسبب في العقم. جميل جدا. طيب بيقول لي يا مي ان في 3 عوامل تشريحية هي المتسببة في خفض درجة حرارة التستس عن درجة حرارة الجسم عشان تفضل درجة مناسبة لتكون الحيوانات المنوية ونضجها وكل الحاجات الحلوة دي يا جماعة. جميل كده. طيب ايه هي الـ3 عوامل؟ في عوامل خاصة بغشاء او كيس الصفن، وعوامل خاصة بعضلات ملساء كده معينة موجودة حوالين كيس الصفن، وحاجة تالتة خاصة بالتغيرات الوعائية في الأوردة والشرايين بتاعة الخصية. جميل كده. أنا بتكلم عموما عشان بصور لك الفكرة فالمعلومة توصل بإذن الله بسهولة. أول حاجة حبيبتي هي إن غشاء أو كيس الصفن ده فيه 3 مميزات، إن جلده رفيع، السكين في فين. جميل. فيه غدد عرقية كتيرة sweet glands، وفيه قليل من الفاتس. جميل كده. أو الدهون. فبالتالي السكين بتاع السكروتال ساك بيبقى سوسن. جميل كده. يعني رفيع جدا، فبيخلي ان درجة الحرارة اللي هي بتاع درجة حرارة الغرفة مثلا او درجة حرارة الجو المحيط بتوصل بكل بساطة للتستس. فاهمين؟ طيب تاني عامل وجود عضلات ملساء خاصة مسؤولة عن حركة غشاء الصفن، تمام، او كيس الصفن. تالت معلومة ان في تغيرات وعائية في اوردة وشرايين الخصية. ازاي بقى؟ ان الشرايين او الشرايين بتكون محاطة بمجموعة من الاوردة. جميل كده يا حبيبي. والتركيب الوعائي ده بيجعل فيه ميكانيكية تبادل عالية من الدم مع القلب. جميل كده. يعني بيسهل تبادل الدم بكل سهولة، بيبقى فريش على طول. جميل. طيب يبقى اول حاجة ان كيس الصفن ذات جلد رفيع وغدد عرقية كتيرة ولو فاتس. جميل. وجود عضلات ملساء خاصة، تمام، مسؤولة عن حركة غشاء الصفن. رقم 3 تغيرات وعائية في الأوردة والشرايين بتاعة الخصية، إن كل شريان بيبقى محاط بمجموعة من الأوردة، بتسهل ميكانيكية تبادل عالية من الدم مع القلب. طيب في عملية اسمها الاسبرماتوجينيسيس، اللي هي انا قلت لكم في البداية خالص، اللي هي عملية تطور الجيرم سيلز الى سبيرم. جميل جدا. هي عملية بيولوجية معقدة من التحولات الخلوية اللي بتنتج خلايا جرثومية احادية المادة الوراثية من خلايا جذعية منوية بتشمل المادة مضاعفة، يعني المادة الوراثية مضاعفة. جميل كده. نقولها in English، هي is a complex biological process of
cellular transformation, complex biological process of cellular transformation من التحولات الخلوية that produces male haploid germ cells from diploid spermatogonial cells من خلايا جذعية منوية diploid. جميل. طيب بيقول لي في الإنسان العملية دي طويلة وبتاخد أكتر من 70 يوم، بتبدأ في الذكر في بداية البلوغ منذ تضاعف وتكاثر الخلية الجرثومية معتمدة على آلية اسمها ايه؟ الجونادوتروفين ديبندنت ميكانيزمز. بتبدأ في الإنسان أو في الذكر منذ بداية البلوغ منذ تضاعف وتكاثر الخلية الجرثومية معتمدة على آلية اسمها الجونادوتروفين ديبندنت ميكانيزمز. جميل. طيب هي عملية مستمرة ومراحل تطور الحيوان المنوي المختلفة دي ممكن متابعتها بشكل سهل في أنيببات المنوية السمينيفرا ستوبيول. جميل كده. بعد كده يا حبايبي هتكلم عن منشأ حاجة اسمها البرايمورديال جيرم سيلز. البرايمورديال جيرم سيلز دي حبايبي بكل بساطة وهي الخلايا الأولية خالص للخلايا الجميدية في البيبي، يعني أول حاجة خالص خالص ظهرت في البيبي هي البرايمورديال جيرم سيلز دي كمبدأ يعني أو كبداية للأمشاج. جميل كده. هو بيعرفها بيقول لكم هنا إيه، هي الخلايا اللي بعد العديد من مراحل تطورها بتعطي أمشاج وظيفية أو فعالة. تمام. That after many stages of development give rise to، يعني بتعطي. جميل كده. الجميتات الوظيفية اللي تقدر تقوم بالتخصيب. طيب حلو جدا. هذه الخلايا يا حبايبي بتنشأ في اليوك ساك اندوديرم. اليوك ساك اندوديرم يبقى هي منشأها ايه؟ اليوك ساك اندوديرم من مرحلة التطور الجنينية المبكرة من الـ early embryonic development. جميل كده. يبقى بتنشأ في اليوك ساك اندوديرم من مرحلة التطور الجنينية المبكرة، بعد كده بتقوم هجرة لمنطقة الايه الجونادز في البيبي. تمام. او اللي هي المناطق اللي بيتكون فيها بقى بتبدأ تتكون فيها الجونادز في البيبي، الجونادز اللي هي الايه المناطق التناسلية المبيض او الايه الخصية الاوفريز او التستس. جميل. هذه الخلايا الجرثومية في المناطق بتاعت الجونادز بتعمل ايه؟ بتنتج امشاج عن طريق الانقسامات الميوزية والميتوزية. طبعا هي اول حاجة نشأت في من اليوك ساك اندوديرم في المراحل التطور الاولى خالص، بعد كده واحدة واحدة بتهاجر لمنطقة الجونادز عن طريق تيار الدم في البيبي، بعد كده بتديني الامشاج الاولية دي اللي بعد كده بعد ما الطفل بيبلغ بتتطور وبتنضج، بس الامشاج دي بتديها لي عن طريق الانقسامات الميوزية والميتوزية. جميل كده. انا بسطتها بطريقة جميلة جدا اللي هي البرايمورديال جيرم سيلز. اتمنى لو حد لسه يعيدها تاني هيلاقيها جميلة جدا. خلايا بتنشأ من اليوك ساك اندوديرم بتهاجر لمنطقة الجوناد في البيبي عن طريق تيار الدم، لما بتروح لمنطقة الجوند بتنقسم انقسامات ميتوزية وميوزية عشان تديني الامشاج على حسب بقى كل نوع، يا اما بيضات يا اما سبرم، بس طبعا الحاجات دي بتبقى اولية سبرماتوزون او الايه البويضة اللي هي لسه ما نضغتش. طيب التركيب بتاع التستس التستيكولار استراكشر، التركيب بتاع التستس بتكون من جزئين مهمين يا جماعة اللي هم ايه، اللي هما السيمينيفروس توبيولز الأنيببات المنوية، وحاجة تانية اسمها الانترتوبيولر تيشو اللي هو النسيج بقى بتاع التستس نفسه. جميل كده. طيب الأنيببات المنوية دي بتشمل حوالي 95% من حجم التستس ومخططة بطبقات من خلايا جرثومية جيرم سيلز، طبعا بتختلف في مراحل التطور مختلفة للتستس، وخلايا اسمها السيرتوليسل. يبقى الأنيببات المنوية دي نفسها بتتكون من حاجتين تانيين، يبقى التستس بتتكون من حاجتين السيمينيفرا ستوبيولز والانترتوبيولر تيشو.
هاخد اول واحدة اللي هي اسمها فرست تيوبولز، بتتكون من الجيرم سيلز وبتتكون من سيرتولي سيلز. خلايا الجيرم سيلز دي بسيطة ومعلومتها صغنونة قد النملة، بعد تطورها من لمراحل معينة بتديني السبرم. خلاص احنا عارفين المعلومة دي، اللي هو بيبقى فيه مدى وراثية احادية هابلويد نمبر اوف كروموسومز. جميل. وقال لي حتة مهمة جدا في الجيرم سيلز انها اندوكراين ان اوريجين. ليه؟ لانها خلايا، تعتبر خلايا خاصة بالامشاج شوية. اما هاجي على السيرتولي سيلز فهيقول لي ان دي خلايا جسدية، ما هيش خلايا تناسلية، دي خلايا جسدية. خلايا جسدية يعني ايه جسدية؟ يعني فيها 46 كروموسوم، يعني فيها المادة الوراثية مضاعفة. امال هي ايه ان اوريجين؟ المنشأ بتاعها ايه؟ طبقة ايه؟ الميزوديرم، ميزوديرمال ان اوريجين، على عكس الجيرم سيل ان هي اندوديرمال ان اوريجين. فنفهم المقارنات دي يا حبايبي. يبقى الجيرم سيل بتتطور تديني ايه؟ سبيرم. السبرم بيكون ايه؟ احادي المادة الوراثية، وهي اندوديرمال ان اوريجين. اما السيرتولي سيلز فهي خلايا جسدية فيها المادة الوراثية مضاعفة اللي هي 46 كروموسوم، وهي ميزوديرمال ان اوريجين. امال وظيفتها ايه؟ ما احنا عرفنا ان وظيفة الجيرم سيلز انها بتنتج السبرم. امال وظيفة السيرتولي؟ هي دعم سبورت وتغذية النورش، دعم وتغذية الديفلوبينج سبيرم سيلز، خلايا الحيوانات المنوية او الحيوانات المنوية، الحيوان المنوي المتطور اللي بيفضل يتطور يبقى حيوان منوي. جميل كده. طيب هي بتفضل تدعم وتغذي، وبيقول انه من المحتمل انها بتدعم خلايا السبيرم دي اللي بتتطور بعوامل معينة. جميل. distinct factors اللي بتسبب نموها وانقسامها وتمايزها، ومن ثم تديني الحيوان المنوي. فبيقول علشان كده يعني بسبب دعمها الكبير ده بيبقى الحيوان المنوي منغمس بشكل جزئي في السيتوبلازم بتاع السيرتولي سيلز. جميل كده. منغمس embedded، partially embedded يعني منغمس بشكل جزئي في الايه؟ السيرتولي، السيتوبلازم بتاع السيرتولي سيلز. نيجي على النوع الثاني او التركيب الثاني من تركيب التستس اللي هو الانترتيبولر تيشو. ده بيتكون من اربع حاجات يا حبايبي: نسيج ضام لوز يعني سائب، ودم، واوعيه لمفاويه. انواع متعدده، في انواع متعدده من الخلايا. يبقى بيتكون من نسيج ضام ودم واوعيه لمفاويه. الخلايا المتعدده اللي موجوده فيه دي بتشمل ثلاث انواع: خلايا ليدج، وخلايا الفايبروبلاست ماكروفاجز، وخلايا اليوكوسايتس اللي هي كرات الدم البيضاء. بيتكون من نسيج ضام لوز، بلاد، ليمفاتيك فيسلز. انواع متعدده من الخلايا ليدج، فايبروبلاست ماكروفاجز، واليوكوسايتس. وبكده باذن الله نكون خلصنا الجزء الخارجي من الايه؟ من الجاميتوجينيسيس لدكتور اسماء مدحت. جميل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ما تنسوش اللايك للفيديو لو سمحتم، واي حد بيتابعني دايما باستمرار اكتبوا لي، يا ريت اعرفكم اكتر زي ما انا عارفه نور ومي والناس دي. اكتبوا لي اسماءكم، اكتبوا لي مثلا بتنتفعوا بالكلام ولا لا، في اسئله انتوا حابين تعرفوها حتى لو اوفر عن منهج عادي مفيش مشكله، ان شاء الله يعني ابحث واجيبها لكم. انا باذن الله يعني بذاكر وبعمل حاجات دي وببسط وبشيت وبعمل حاجات، كل ده علشان اساعدكم، لاني انا فعلا كنت محتاجه وانا في الموقف بتاعكم حد يساعدني. وكنت ببحث عن فيديوز على اليوتيوب على حاجات شرح بالعربي، ما كنتش بلاقي شرح غالبا صحيح. كنت بقعد ابحث عن كل معلومه عن الفيديوهات، كتير بسمع فيديوهات كتير جدا بالانجليش، وبصراحه كانت بتفيدني وجميله، بس انا عايزه حاجه بسرعه. انا بحاول انقل لكم المعلومه، بسطها وشيتها وكل ده واحد اتنين تلاته وحاجات علشان توصل بسرعه باذن الله. فيا ريت يعني لو حد عاوز يسال اي سؤال انا تحت امركم، ان شاء الله ربنا يجعلني كده اساعدكم وانفعكم بالخير باذن الله.
ما تنسوش الاشتراك في القناة لو مش مشتركة في القناة، اكتبيلي في التعليق اي حاجة انتي حباها، وشاركي الفيديو مع صاحبتك علشان هي كمان بإذن الله تستفيد. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في أمان الله ورعايته، إن شاء الله أقابلكم فيديو جديد. في أمان الله.